طيب ما ينفعش تتكلم عن افلام حلوه وانسى الاخ ده. فيلمنا المره دي فيلم رومانسي من فصيله مي بيفور يو، قصه حب كده يعني. قصتنا بتبدا بستيلا اللي دايما عايشه في المستشفى عشان عندها مرض التليف الكيسي المعدي، وهي منتظره ان اي حد يكون عنده رئه زي رئتها ونفس حجم قفصها الصدري عشان لما يموت تاخد هي الرئه دي وتقدر تعيش بيها من 5 سنين ل6 سنين. بس في يوم من الايام هتلاقي شاب جديد جاي المستشفى عشان يقضي برنامج العلاج من التليف الكيسي المعدي برضه، ولكن التليف الكيسي اللي عنده اشد شويه من اللي عندها. بس ايه اللي هيحصل؟ الاثنين هيقعوا في حب بعض، ودي حاجه كانت متوقعه واظن ان هي كانت باينه من بدايه الفيلم وانا بقول لكم ان هو فيلم رومانسي. مش محتاجين رغي كتير في الحته دي. المشكله هنا ان الاثنين لازم يفضلوا على مسافه امنه من بعض لا تقل عن 6 خطوات. لان اي حد فيهم هيقرب من الثاني هتسبب له انه ممكن يموت بسبب المرض ده. فيا ترى ايه اللي هيحصل في قصه الحب الفريده من النوع دي؟ طيب انا مش هقدر اقول اكتر من كده عشان اكتر من كده هبتدي احرق لكم الاحداث بتاعه الفيلم واحرق عليكم المتعه بتاعه الفيلم. طيب خلينا ندخل في رايي الشخصي. بالنسبه لي الفيلم ترتيب احداثه كان بسيط جدا جدا، فخلاني قاعد مبسوط. المواقف بين البطل والبطله كانت كتير جدا وواقعيه جدا. قصه الحب ما كانتش ملزقه زي افلام كتير جدا سواء كانت عربيه او اجنبيه، بالعكس قصه الحب كانت حلوه جدا ورومانسيه وحزينه تخليك وانت بتتفرج تتمنى ان ما يكونش عندهم المرض ده. كمان تحس ان الاحداث ما بينهم كانت حقيقيه جدا مش تمثيل، وده عجبني جدا في الفيلم. الفيلم ده خلاني اعيط مرتين، وده من العظمه اللي حصلت في الاحداث والمشاهد الرومانسيه يعني اللي بتخلي المشاعر والادرينالين بالنسبه لي يضرب في السقف. بمعنى صح الفيلم كان جميل جدا والمشاهد الغير متوقعه خلتني احس ان انا مستغرب ايه اللي بيحصل، وخصوصا النهايه. النهايه بتاعت الفيلم كانت لذيذه جدا وحزينه ورومانسيه بنسبه تصل ل 100%. اسم الفيلم هو 5 Feet Apart. تقييمي للفيلم هو 8 من 10. اتمنى لكم مشاهده ممتعه، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو وعجبكم الفيلم يا ريت تقولوا لي رايكم في كومنت، ولو شفتوه قبل كده اتمنى برضه تقولوا رايكم عن الفيلم في كومنت ورايكم في فيديوهاتي في نفس الكومنت. سلام عليكم.